أهلا بكم في الدرس الأول من هذه الدورة التي سوف نخصصها لتعلم CCNA Cisco Certified Network Associate، وذلك من خلال تعلم برنامج Cisco Packet Tracer، بحيث سوف نتعلم كيفية إنشاء الشبكات وما هي الأجهزة التي تلزم لذلك وكيفية التعامل معها بمختلف الجوانب، بحيث سوف نتعرف على مختلف أنواع الهاردوير من سويتش وراوتر وغيرها من الأجهزة التي أقوم من خلالها بتشكيل شبكات محلية أو موسعة، وسوف نرى كيف أستطيع التحكم بالسوفتوير الخاص بها وذلك باستخدام هذا البرنامج. أولا سوف نقوم في هذا الدرس بربط بسيط بين two switches، وفعليا سوف أقوم بالدخول إلى configuration الخصائص الخاصة بأحدهما للتعديل على بعضها وللتعرف على كيفية استخدام هذا السوفتوير. طبعا هذا السوفتوير نقوم بتحميله من الموقع الرئيسي لسيسكو، وسوف نقوم باستخدامه بشكل مجاني. دعونا أولا نقوم بإنشاء two routers. فهنا عندما أذهب إلى network devices أرى قائمة الراوترز، ودون الدخول في تفاصيلها سوف نقوم بجلب اثنان بهذا الشكل، وهي تعبر عن اسمها router 11 وراوتر 10. عندما أقوم بالوصل فيما بينها أذهب إلى هنا connections وأقوم باستخدام select straight through. هنا أقوم بالوصل على الجيجا بايت إيثرنت، وهنا أيضا جيجا بايت إيثرنت على نفس البوابة، فتم الوصل فيما بينها بهذا الشكل. وإذا أردت التعديل على اسمها أقوم بالضغط عليها هنا وأقوم بكتابة ما أريد، مثلا راوتر 1 وهنا راوتر 2. وأستطيع أيضا الذهاب إلى الخصائص بالضغط عليها هنا وأقوم بالذهاب إلى الكونفيجريشن مثلا، فنرى هنا اسمها والهوست نيم، وأستطيع التعديل على هذه الخصائص بالذهاب إلى CLI وهي الكوماند لاين انترفيس. دعوني أقوم بذلك، ولكن أعتقد هنا الواجهة صغيرة بعض الشيء، لذلك سوف أقوم باستخدام في الويندوز الماجنيفاير هنا، فإذا قمت بالتكبير مثلا قليلا أعتقد هذا سوف يكون أفضل. جيد، عندما أقوم بالضغط على Enter أذهب إلى الراوتر والذي يعبر كما قلنا عن الهوست نيم. جيد، ولكن أستطيع التعديل على هذه الخصائص بهذا الشكل. دعوني أقوم بالتثبيت أولا هنا، أقوم أيضا بالضغط على Enter فلا يحدث شيء. لكي أستطيع التعامل مع هذه البيئة والتحكم بها فأقوم هنا بكتابة EN وهذا يكفي، أو أقوم أيضا بالضغط على تاب وتظهر Enable، أصبح مفعلا لهذه الكونفيجريشن وأستطيع العمل عليها. هناك نمطان للكونفيجريشن، إما Privileged Exact Configuration وهي الخصائص العامة، أو خصائص أكثر تخصصية وهي ما يسمى Global Configuration أي على المستوى الكلي. إذا أردت مثلا التعديل على اسم الهوست باستخدام CLI فأقوم هنا بالذهاب إلى Configuration Terminal والذهاب إلى Global Configuration وذلك بكتابة Configure، أو أقوم بضغط Tab لإكمال الكتابة وهنا Terminal. من أجل التعديل على الهوست نيم أقول هنا هوست نيم مثلا R0، فنرى هنا أن الهوست نيم تغير وأصبح R0. وأستطيع أيضا أن أقوم بحماية هذه الإعدادات، للقيام بذلك أيضا في Global Configuration أقوم هنا وأقول Enable Password وأقوم هنا بكتابة أي Password أريده، مثلا عبد الله. هنا عندما أقوم بالخروج خارج الكونفيجريشن والإعدادات إذا أردت مرة ثانية الذهاب إلى Enable فيطلب مني إدخال كلمة المرور. إذا قمت بكتابة أي يكون طبعا الكتابة لا تظهر ولكنه يقوم باستيعابها، جميع هذه المحاولات باءت بالفشل وسوف يقوم بالخروج خارج هذا الأمر والذي هو الإنابل. إذا أعدت المحاولة وقمت بكتابة عبد الله كما قمت بإدخالها فسوف أقوم بالدخول إلى جو الإنابل، ولكن هنا هذه الكلمة غير محمية، بمعنى إذا ذهبت هنا إلى Show Running Configuration فنرى هنا كلمة المرور فهي غير محمية. وعندما أقوم بالضغط على مسطرة Space
نرى بقية الإعدادات. لذلك هنا من أجل أن أقوم بحماية كلمة المرور أستطيع تشفيرها، وللقيام بذلك يجب علي أولا الذهاب إلى Global Configuration، وذلك بكتابة Configure Terminal. أستطيع كتابة هذه فقط والذهاب إلى Configure Terminal، وهنا سوف أقول Service Password Encryption. بهذا الشكل أصبحت كلمة المرور مشفرة. فإذا عدت الآن وأردت الدخول إلى Enable، وذلك بكتابة كلمة المرور صحيحة، جيد. وإذا أردت أن أقوم بعرض الـ Running Configuration فنراها مشفرة بهذا الشكل باستخدام نمط يعتمد على هذا الرقم، ولن ندخل في التفاصيل، ولكن الكلمة مشفرة ولن تظهر لدينا. بشكل مماثل أستطيع أيضا التخلص من كلمة المرور، وذلك بالذهاب مرة أخرى إلى الـ Configure Terminal، وهنا أقول No Enable Password. فإذا خرجت الآن وقلت Enable فأدخل دون مشكلة. هذه بعض الخصائص التي أستطيع استخدامها في الإعدادات الخاصة بالسويتش. أستطيع أيضا التخلص من التشفير لهذه الكلمات المرور، وذلك بالذهاب إلى Configure Terminal وأقول هنا No Service Password Encryption. بهذه الحالة الكلمات التي تم تشفيرها قبل استخدام هذا الأمر سوف تبقى على حالها وسوف تبقى مشفرة، ولكن كل الكلمات المرور التي سوف أقوم بإدخالها مستقبلا سوف تكون بغير تشفير. ونرى كيف أن كلمة المرور تم حذفها، ونرى هنا هذه الخصائص أن الباسورد Encryption غير مفعلة، ولكن هنا أيضا أستطيع القيام بتشغيل الـ Running Configure، وذلك في الـ Global Terminal. ولكن إذا قمت بكتابتها بشكل مباشر فلن تعمل. إذا قلت مثلا أعتقد Parent Config أيضا لن تعمل، ولكن يجب علي أن أقوم بكتابة Do قبلها، وهنا أستطيع أن أقوم بتشغيلها بهذا الشكل. هذه بعض الخصائص البسيطة التي أستطيع من خلالها التحكم بتعاريف وإعدادات هذه السويتش، وسوف نقوم في الدرس القادم بالحديث على المزيد من هذه الإعدادات وكيفية استخدامها، بحيث سوف أقوم بالتحكم الشامل والكامل بهذه الهاردويرز، هذه السويتشز. إلى هنا نكون قد أتممنا درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.